طلب مبلغ 500 مليون حتى يعني نشتغل بهذا المشروع. جهزت المبلغ، اعطيت المبلغ وسوقنا الحنطة، رأس المال 534 مليون، راح المفروض للتقديرية يعني كان المفروض هي 250 مليون. وآني هاي صار سنتين وصارت هاي يعني عملية نصب واحتيال. السؤال وين ودي الفلوس؟ الموضوع هو شراكة حنطة، تسويق حنطة لسايلو خانداري. نشتري الحنطة من كركوك ونجيبها لسايلو خانداري. فصار الاتفاق كالآتي، ينطينا 250 مليون نشتري بها حنطة ونسوق والأرباح بالنص. فسوينا عقد احنا وياه، الرجال دفع لنا ال 250 دفعتين 125 و 125. فقمنا نشتغل، اشترينا حنطة وما اعرف شنو، وورا 20 يوم اعتزيت مبلغ 150 مليون. فاجاب لي ال 150 مليون الى الصيرفة بحي الجامعة، حولناها الكركوك، صار المبلغ 400 مليون. بهذا الأثناء اجى قانون من رئاسة الوزراء ما ندري به بأن الحنطة ما تتنقل بين المحافظات. لزموهن الأمن الوطني على طريق ديالة بأنهن ممنوع يتحول من منطقة لمنطقة ومن محافظة لمحافظة. فأخذوا السيارات، أخذوا السواق. بهالأثناء قال أنا ورا 5 أيام 6 أيام ورا ما طلعنا السيارات وبعنا الحنطة وما أعرف شنو، ما لحقنا نسوقهن أصلا، بعناها بخسارة. فقال أريد مبلغ 70 مليون من رأس المال. أخذت له، جبت له 70 مليون، انطيتها جوا جسر حي العدل اللي هو مال حي الجامعة، طريق حي الجامعة وطريق الكاظمية وساعة عدن، جانب سيارة مونيكا، انطيت 70 ومشى وأنا مشيت، بقى من رأس المال 330. ورا 20 يوم قال شلون برأس المال؟ قلت له والله أبو سجاد رأس المال ما قاعد يعني موجود نصه والنص الثاني صار خسارة، بس أنا ما راح أشيلك خسارة، أنا أتحملها. فقلت له أكو موضوع شغل ويا رجال من أهل الصقلاوية، فقال هذا قرابتي ابن عمي، قلت له كنا ولد قرية. فقال لي حول 330 على هذا الشخص. فقعدنا واتفقنا على الصيغة وعرف الشغلة وشرحنا له الشغلة كلها كاملة. فقال لي أوكي هاي، قال إحنا نشارك. أنا إيش قد الأرباح؟ قال أنا الأرباح، قال لي أبويا الأرباح من 100 ل 120. فهو قال أنا أريد 120. قلنا له أوكي. فقال اكتبوا لي بيها كمبيالات وصكوك. فقلنا له ما يخالف. الشغلة راحت، الرجال أبو الصقلاوية قلنا ما نقدر نوصله، انهزم، صارت عنده مشكلة، الفلوس راحت. بالمناسبة أنا دافع بحدود 1,400,000 ما عدا 330 مالته للشغلة. وراح للصقلاوية وطلع عليه الدوريات وأخذوه، أطلق صراحة بكفالة. فقام يسوي يومي يلقى قبض، يعني سوى بالمبلغ 900 مليون لقى قبض وهو يطلب 330. واكو فد موضوع يعني قبل 6 أيام تخابرنا انا وياه، تواصلنا انا وياه على التواصل الاجتماعي، فقلت له دز تليفونك خلينا نحكي وياك، خلينا نتواصل انا وياك ونحل هذا الموضوع. فوصلنا الى صيغه، طلب مني يشوف الوالد. قلت له والله الوالد انا ما اقدر اخليك تشوفه لان انت عندك مجموعه تلقى قبض وانت الظاهر بس تريد تكم شو الذبه بالسجن والوالد مريض. فقلت له انا خليك تواصلك وياي انا ابنه. فقال لي والله حكي حلو ومتفقين، اذا تريد نطلع بالقناه ونقعد مناظره، شلون السياسيين اليوم من يطلعون مناظره ويحكون على السياسه وعلى الدوله، فنطلع احنا مناظره انا وياك على القناه وكل من يطلع اللي عنده ونتحاسب بالقناه قدام العالم وانطيك مواعيد قدام العالم وأنطيك ضمانات قدام العالم ورا ما أفض موضوعك على القناة وأنطيك حسابك، بس بشرط الحساب يتخصص تقسيط لين ما عندي، أنطي دفعة أولية 100 بعد شهر شهر ونص، ورا بشهر الخامس أنطي 100 وبشهر الثامن 130 وراها أحاكمك محاكمة عشائرية، أريد حقي أنا، حقي مال التشهير.